أفضل 10 مسلسلات تركية أكشن ورومانسية حتى عام 2024. إذا كنتوا من محبين المسلسلات التركية يلي بتمزج بين الإثارة والحب، فهذا الفيديو إلكم. تعرفوا على أفضل 10 مسلسلات تركية بتجمع بين الأكشن والرومانسية الأفضل حتى عامنا هذا 2024. والسؤال هون، هل شاهدتوا أي من هدول المسلسلات؟ قولنا رأيكم تحت بعد مشاهدة الفيديو. مسلسل حب بلا حدود. تصنيف المسلسل أكشن دراما رومانسية، وعرض العمل بعام 2024. بلش القصة بالماضي وقت بنقتل والده لخليل إبراهيم وقت كان طفل صغير بجريمة ثأر، وبتم نفي خليل لمدينة اسطنبول، حيث بينشأ خليل باسطنبول ليصير شاب وسيم وقوي، لكن بيحمل بداخله رغبة عارمة بالانتقام من قاتل والده. وبعد مرور 20 عام بيرجع خليل لمسقط رأسه بمنطقة البحر الأسود ليبحث عن قاتل والده، وهنيك بيلتقي خليل بياسمين حبيبة الطفولة، ومن هون بتبلش الأحداث. مسلسل الغدار. تصنيف المسلسل أكشن جريمة دراما ورومانسية، وعرض المسلسل بعام 2024. بتدور أحداث مسلسل الغدار حول داغان، الشاب يلي بيرجع من أداء الخدمة العسكرية ليلاقي إنه خطيبته أيدان تركته من دون تفسير، وعائلته انهارت، وأخوه روزغار انخرط بعالم الجريمة. وهون بيشعر داغان بالخيانة والارتباك، وبيقرر الانتقام من أيدان يلي تخلت عنه. فبيلتقي داغان بالمدير واللي بيكون زعيم عصابة إجرامية، وبيعرض عليه فرصة للعمل معه مقابل تحقيق رغباته بالانتقام. مسلسل سيباهي. يصنف العمل دراما أكشن رومانسية، وعرض بعام 2023. نور قصة مسلسل سيباهي حول باركين، وهي ضابطة مخابرات شجاعة وذكية تشتغل بوكالة المخابرات الوطنية التركية. بتتلف بمهمة سرية لتقضي على منظمة إرهابية خطيرة اسمها المدير، فباركين بتنفذ مهمتها بمساعدة إمرا وهو ضابط مخابرات ماهر بيشتغل معه. وبيتواجه باركين وإمرا لكثير من المخاطر والتحديات خلال عملهم، لكنهم بيضلوا مثابرين على مهمتهم لحماية بلادهم من الإرهاب. مسلسل الحفرة. تصنيف العمل أكشن دراما جريمة ورومانسية، تم عرض مسلسل الحفرة لأول مرة بعام 2017. قصة العمل بتدور حول حي الحفرة واللي بيسيطر عليه عائلة كوشوفالي، وعصابة بتسعى لتسيطر على الحي. وبتحمر المسلسل حول الصراعات والمعارك بين العائلات والعصابات، مع عناصر رومانسية بتجمع بين الشخصيات الرئيسية. مسلسل العهد. تصنيف المسلسل أكشن دراما تشويق، وما بيخلو من الرومانسية وقصص الحب. تم عرض المسلسل على قناة ستار تي في التركية بعام 2017. بتمحور قصة مسلسل العهد حول فريق العهد، وهو فريق خاص من القوات المسلحة التركية تم تشكيله لمكافحة الإرهاب. يقود هذا الفريق يافوز كارسو، وهو ضابط قوي وجريء بيتمتع بمهارات قتالية عالية وذكاء حاد. مسلسل الغراب. تصنيف المسلسل أكشن دراما رومانسية، عرض المسلسل بعام 2019. والمسلسل بيقدم قصة مثيرة مليئة بالعواطف والإثارة، حيث أنه بيقتل والد كوزغون وقت كان طفل على يد رفعت، واللي بيكون رجل أعمال ثري وقوي. وبيتم إرسال كوزغون لملجأ للأيتام، حيث بينشأ ليصير شاب وسيم وقوي. وبعد مرور 20 عام بيرجع كوزغون لمسقط رأسه لينتقم من قاتل والده، وهنيك بيلتقي كوزغون بديميد ابنة رفعت وبيقع بحبها. مسلسل رامو. تصنيف المسلسل أكشن دراما رومانسية، تم عرض المسلسل بعام 2020. بدور مسلسل رامو حول رامو، وهو شاب فقير بيعيش بحي فقير مع عائلته. رامو هو زعيم حيه، وهو بيحاول حماية عائلته من الظلم والقهر. بيعيشوا سكان حي رامو تحت رحمة إدريس، وهو رجل ثري فاسد بيتحكم بكل شيء. فرامو بيقاوم ظلم إدريس وبيحاول تحرير شعبه من قبضته، وبنفس الوقت بيقع رامو بحب سيبال ابنة إدريس
سيبال بتكون بنت جميلة طيبة القلب، وهي بتعاني أيضا من ظلم والدها. مسلسل حياة جديدة. تصنيف المسلسل أكشن دراما رومانسية. صدر الجزء الأول منه ب 3 سبتمبر 2020. بلش القصة بعد ما بيجبر آدم شاهين، وهو نقيب سابق بالقوات الخاصة التركية، على مغادرة الجيش بعد حادثة مأساوية، ليبلش آدم حياة جديدة كحارس شخصي لياسمين، واللي بتكون زوجة رجل الأعمال الثري تيمور. مسلسل حب أبيض وأسود. تصنيف العمل دراما رومانسية أكشن. عرض المسلسل بعام 2017، وبتدور قصة مسلسل حب أبيض وأسود حول فرحات، واللي بيكون شاب وسيم وقوي نشأ بحي فقير. فرحات بيشتغل بعالم الجريمة وبيبحث عن الانتقام من قاتل والده، وبنفس الوقت بتعيش أصلي وهي طبيبة شابة طيبة القلب حياة هادئة، لتقع أصلي بحب فرحات، لكن حبها بيواجه الكثير من التحديات. مسلسل حب أعمى. تصنيف المسلسل دراما رومانسية تشويق. عرض مسلسل حب أعمى بعام 2015، وبتدور قصة مسلسل حب أعمى حول كمال، وهو شاب فقير وسيم بيشتغل مهندس بمنجب. بيقع كمال بحب نيهان، وهي ابنة رجل أعمال ثري. بالبداية ما بتصدق نيهان مشاعر كمال تجاهها، لأنه بتكون عم تعيش بعالم مختلف تماماً عن عالمه، لكن مع مرور الوقت بتقع نيهان بحب كمال، ليبلشوا الاثنين قصة حب رومانسية جميلة. إذا استمتعتوا وعجبكم الفيديو عن أفضل مسلسلات تركية بتجمع بين الأكشن والرومانسية، شاركوني رأيكم بالتعليقات. إذا شاهدتوا أي من هدول المسلسلات يلي حكيت عنهم، قولي رأيكم كمان عنهم بالتعليقات. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زرج الإشعارات لتتابعوا المزيد من المحتوى، واتركوا تعليق إيجابي إذا عجبكم الفيديو. إذا عجبك هذا الفيديو فأكيد رح يعجبوك الفيديوهات اللي طلعت هلأ لإلك، وشكراً على المتابعة.